السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالمك سيدتي مع مريم، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم مائدة رمضانية متنوعة وسريعة التحضير، في نفس الوقت بأطباق شهية وصحية أكيد ستنال إعجابكم. لا تنسوا دعم هذا الفيديو بجيم، أيضا الاشتراك في القناة للتوصل دائما بجديد القناة. ونبدأ الآن مع بعض تحضير مائدة الإفطار. أول شيء سأقوم بتحضيره في هذه المائدة وهي كريم كراميل أو فلون كراميل، الذي يمكن تحضيره يعني بسرعة. عادة ما نحضر الفرن كراميل في الفرن، الآن سأحضره يعني في المقلاة وليس في الفرن. كما لاحظتم في المقادير 3 مكونات فقط: بيض، حليب، وسكر فانيلا. أولا سأقوم بوضع البيض في يعني هذا الإناء بهذا الشكل كما تلاحظون معي، و سأقوم يعني بخلط البيض جيدا حتى الحصول على خليط متجانس. يعني الجيد في هذه الوصفة عادة يعني الفلون كراميل، عندما نقوم بتحضيره ضروري أن نحضر الكراميل، ولكن في هذه الوصفة سنقوم باستبدال الكراميل بالعسل، وسيعطي يعني مذاق شبيه تقريبا بالكراميل الذي نقوم بتحضيره. ووقت تحضير ووقت يعني طهي هذه الوصفة يعني سريع جدا، أكيد ستعجبكم لأنها تحضر في دقائق، يعني 15 دقيقة كافية لهذه الوصفة. كما تلاحظين قمت بخفق البيض جيدا، ضروري جدا من خفق البيض بشكل جيد. بعد ذلك قمت بإضافة سكر فانيلا، يمكنكم إضافة سكر فانيلا كما يمكنكم استبداله يعني بنكهة الكراميل يعني التي تباع عند بائعي مواد الحلويات، كما يمكنكم استبداله يعني بقشر الليمون أو البرتقال. سأضيف الحليب إلى المزيج، نصف لتر من الحليب مع 3 بيضات يعني تكون من الحجم الكبير، إذا كان لكم البيض صغير يمكنكم استعمال 4 بيضات. نقوم بمزج هذه المكونات جيدا حتى يندمج البيض والحليب مع بعض. وبعد ذلك كما تلاحظون سأقوم بأخذ العسل وسأضيف ملعقة أو ملعقتين يعني من العسل، يمكنكم إضافة العسل يعني على حسب الذوق، وسأستمر في المزج جيدا حتى تندمج جميع المكونات مع بعضها. يعني يمكنكم بدل استعمال العسل أن تستعملوا يعني سكر حبيبات مقدار 3 ملاعق من السكر. بعد ذلك سنقوم بأخذ يعني مقلاة من النوع الثقيل أو أي إناء يمكن وضعه فوق النار، نضع بها هذه القوالب الخاصة بالفلون، كما يمكنكم عمل قالب يعني بحجم كبير، وسنضع في القاع أو أولا العسل يعني قليل من العسل سنضعه في الأسفل بهذا الشكل. يعني كما قلت سنقوم باستبدال الكراميل الذي يتم تحضيره، لأن العديد منكم يعني لا ينجح معه الكراميل، فهذه الوصفة يعني سهلة وسريعة وستغنيكم عن تحضير الكراميل في البيت. بعد ذلك سأقوم بملء القوالب بالخليط الذي قمنا بتحضيره. يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة للروحي دواء، رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Thank you.
كم أهواك يا شهر الصيام، أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما. تمضي الأيام ودعائي كل عام، ربي تقبلنا يا ربي، بلغنا بلغنا رمضان. وبعد ذلك سأقوم بأخذ ماء مغلى وسأقوم بصبه في المقلاة، وبعدها سنقوم بأخذ الألمنيوم ونقوم بتغطية هذه القوالب من فوق بهذا الشكل كما هو موضح في الفيديو. رمضان رمضان ليتك دوما قريب، رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما. في المرحلة التالية سنقوم بوضع المقلاة فوق النار، ونترك يعني هذا الخليط على نار يعني متوسطة، وسأقوم بتركه يعني يطهو لمدة 20 دقيقة أو 15 دقيقة، فهي مدة كافية لطهي الفلان كراميل. والآن قمت بأخذ يعني سيجار المحشو بالسمك الذي سبق وأن حضرته معكم في فيديو سابق، قمت بإخراجه من المجمد وضعته في صينية الفرن، و يعني ضعته في الفرن طبيعة الحال، وقمت بإشعال النار من الفوق ومن الأسفل. سأتركه يعني لمدة 15 دقيقة وسيطهى بالكامل. سنمر إلى تتمة تحضير هذه المائدة الرمضانية السريعة. سأقوم بتحضير يعني سلطة خضار سريعة التحضير. سنحتاج إلى طماطم، يعني سلطة عادية جدا. سنحتاج إلى طماطم، إلى الخيار، وإلى الخس. سأقوم بتقطيعهم وتتبيلهم بالملح والزيت، زيتون والخل، يعني هذه سلطة سهلة وسريعة كما ستلاحظون في الفيديو. يا نور الهلال
حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. والآن كما تلاحظون يعني قمت بتحضير عصير البرتقال، أشياء بسيطة لكن أريكم يعني ماذا حضرت لهذه المائدة. أقوم بتحضير الآن عصير البرتقال الطازج، شيء الذي لا يخطاني أبدا في الموائد الرمضانية. دوما كم أهواك يا شهر الصيام، أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما. تمضي الأيام ودعائي كل عام، ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضان. وفي الأخير سأقوم بتحضير الشاي يعني في الدقائق الأخيرة. كما تلاحظون فأنا أضع الهاتف بجانبي لرؤية يعني الاقتراب موعد الأذان. سأقوم بتحضير الشاي وسأريكم أين الفلو. كما تلاحظون يعني طهي بالكامل، سأتركه لغاية أن يبرد، بعد ذلك يمكنكم وضعه في المبرد على الأقل يعني لمدة نصف ساعة، بعد ذلك يمكنكم تناوله. يعني هذه هي المائدة الرمضانية أو الأفكار التي قدمت في هذه المائدة، فعلا أشياء بسيطة ولذيذة في نفس الوقت، فقط يجب تنظيم الوقت والتحضير المسبق. يعني كما تلاحظون هذا هما يعني السيجار المحشي بالسمك، سلطة وأشياء بسيطة وفي نفس الوقت صحية ولذيذة. شكرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وشكرا على وفائكم الدائم للقناة. إن شاء الله سأقدم لكم فيديوهات قادمة مفيدة وأكيد ستنال إعجابكم. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم بإذن الله. رمضان رمضان ليتك دوما.